واحدة من الهوايات الأصيلة في مجتمعنا هي تربية الصقور، هذه المرة مع قصة الشاب خالد القمي اللي حصل على جائزة الملك عبد العزيز للصقور في تقرير خاص من إعداد الزميل مهند قحطان. خلونا نتابع. جائزة الملك عبد العزيز هذه النسخة الثالثة، والحمد لله توفقت فيها وحصلت على المركز الأول فئة شاهين قرناس من لاك سعودية. طبعا استعدادي كان قبل السباق بشهر ونص تقريبا، الحمد لله الله وفقنا واخذنا المركز الأول. هي فكرة مسابقة 400 متر كم يقطعها الطير كم ثانية، والحمد لله توفقت بطير كويس، تجهيز كويس، والحمد لله يعني جاب تيم ممتاز، قطع 400 متر 20 ثانية، يعني تيم مرة كويس فئة الطير شاهين قرناس. الطيور كان يستخدمونها جداننا بالصيد، وكان حياة جدي الله يرحمه صقار عند الملك خالد والملك فيصل ومرانا الله يطول في عمرهم. فعماني صاروا بعد مثل جدي، وابوي الله يرحمه زرع فيني حب الطير من انا صغير، يعني اذكر اول طير جابه لي وانا يمكن عمري 6 سنين أو 7 سنين. الحمد لله يعني حبيت الهواية هذه، ردتني عن امور كثير في وقت الفراغ، يعني أكثر وقت فراغي معها. الحجاز عندنا الحمد لله يعني نقول يمكن 50% من صقارين المملكة في الحجاز، وجدة ما شاء الله تبارك الله يجيها عبور طير وقت الهجرة كثير، والصقرين فيها كثير، لا موجودين صقرين حجاز بكثرة بعد. وقتي تقريبا 90% إجازاتي حقت الدوام كلها الطير، يعني تخيل ما أطلع أسافر أخذ عشان الطير، ودراستي الجامعية ما كملتها عشان الطير، يعني أخذت مني شيء كثير. علاقة الصقار بصقر علاقة قوية، يعني أنا أشوف ما أشوفه طير ترى، أشوفه رجل، أعامله كرجل، وما أطلع مكان إلا هو معي، يعني علاقة ما توصف يا محمد، ما يحسها إلا الصقار. أنواع الصقور 3 صقور بالأساس، اللي هي الوكري، الشاهين، الحر. الوكري والشاهين من طيور الجزيرة العربية، يعني متواجدة في جبال الجزيرة، لها مواكر اللي هي عش صقور، متوفرة بشكل كثير. يعني الحر جينا مهاجر، دخلت الحين علينا طيور المزارع، وصار لها جمهور ولها ناس تحبها. طبعا أنا إجازاتي ما أخذها مرة إلا في أكتوبر، هو بداية موسم الصيد، أجهز سيارتي إذا كان فيها عطل أصلحها، أغير الله يكرمكم الكفرات، إذا عندي طير أبدأ أجهزه، أدعيه، يعني أحط أدعي لين لياقة حقتها تصير توب. إذا ما عندي طير أشتري طير وأقعد أجهزه وأدربه، يعني الحاجات هذه التفاصيل هذه قمة سعادتي.